لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، القائل بأبي وأمي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على خير من قرأ القرآن وتعلم القرآن وعلم القرآن، واجمعنا به في الفردوس الأعلى برحمتك يا رحيم يا رحمن. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 25 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول ربنا جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، فهذه الآيات الكريمة تحتاج منا ورب الكعبة إلى لقاءات بعد لقاءات، لا سيما ونحن نعيش عصر الماديات والشهوات
الذي تراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب، وأصبح الحديث عما يذكرنا بالآخرة حديثاً ثقيلاً على النفوس، إلا من رحم ربك جل وعلا. فإذا سمعت الآن من يذكر الناس بالآخرة ومن يذكرهم باللحظات الحاسمة التي سيقفون فيها بين يدي الملك الحق جل وعلا، ترى من يعلن الحرب عليه وربما يتهم هذا المذكر بالله عن الله، ربما يتهم بأنه يهرب بالناس من هذا الواقع الأليم، ربما يتهم بأنه لا يجيد إلا الحديث عن الجنة والنار، ربما يتهم بأنه لا يتحدث أبداً في أي قضية من قضايا الدنيا، لأنه لا يريد أن يعيش بالناس في عالم الدنيا، ذلكم العالم الصاخب بمشكلاته وأزماته. لكننا نحتاج ورب الكعبة في هذا العالم، عالم الظل، عالم الماديات، عالم الشهوات، عالم تراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب، نحتاج والله إلى من يذكرنا بهذه اللحظات الحاسمة التي سيقف فيها الكل، حكاماً ومحكومين، علماء ومتعلمين، بين يدي رب العالمين جل جلاله، في لحظات لا ينفع فيها منصب ولا مركز ولا كرسي في مجلس شعب أو مجلس شورى، لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. عش بقلبك معي وانتقل معي إلى هذه الأرض الجديدة التي ستنتقل إليها حتماً بعد هذه الأرض التي تعيش عليها الآن، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال جل جلاله: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أرض مختلفة، أرض بيضاء لم يسفك عليها دم، وقد لوثت أرضنا بالدماء المحرمة، أرض نقية لم ترتكب عليها خطيئة، وقد لوثت أرضنا بالخطايا وبارزنا الله بها، بارزنا الله بالمعاصي في الليل والنهار، ليس في الأرض بل في البحر والجو على السواء، نبارز ملك الأرض والسماء، ولو يؤاخذنا ربنا بذنوبنا لخسف بنا وما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة. تبدل الأرض وتغير. قال الصادق: أعرف الخلق بربه، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، كقرصة نقي، على أرض بيضاء عفراء، أي كالفضة الخالصة الصفاء والنقاء والبياض، أرض جديدة. قال سهل بن سعد: ليس فيها معلم لأحد، ليست عليها علامات إرشادية، الطريق من هنا أو من هناك أو من هنالك، ليس فيها معلم لأحد، أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي،
أي كالدقيق الأبيض الخالي من الغش والنخالة، أرض لم تسفك عليها قطرة دم واحدة، ولم ترتكب عليها معصية واحدة، فهي بيضاء، فهي عفراء، فهي نقية خالية. تصور معي، وقد وقفنا مع هذا المشهد المرعب، مشهد الحشر، والناس يخرجون من قبورهم يتبعون هذا الداعية، هذا الملك الذي جاء بأمر من الملك ليقودهم جميعا للوقوف بين يدي الملك، قال جل جلاله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعية، من الداعي؟ ملك من الملائكة جاء بأمر الملك ليقود البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة، لتقف البشرية كلها بين يدي الملك. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، يعني لا يتخلف أحد ولا يتأخر أحد. لا تتوهم أن زعيماً سيتخلف، وأن ملكاً سيتأخر، وأن حاكماً سيختفي، لا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. آه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً. وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الكلام همس والحوار تخافت، فجلال ذي العظمة والهيبة والجلال يملأ النفوس بالخشية والهيبة والعظمة والجلال. وخشعت الأصوات للرحمن. هل تصورت معي؟ أنا تخيلت هذا المشهد وأنا أرى الناس ينفرون هذا العام من عرفة إلى مزدلفة، والله عشت مع مشهد القيامة، هذا الزحام القاتل، والبشرية تخرج كلها لتقف بين يدي الله، ومع ذلك لا تسمع إلا همسة، لا تسمع إلا همسة. وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن. فالأصوات تهامس، والكلام والحوار تخافت، فلا تسمع إلا همسة. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من هذا الخائب، وقد خاب من حمل ظلمه. خبت وخسرت أيها الظالم، يا من ظلمت خلق الله وعباد الله، فسفكت دماءهم وجرحت أعراضهم، وتعمدت أن تلوث سمعتهم. خبت وخسرت أيها الظالم، وقد خاب من حمل ظلمه. تصور معي وعش بقلبك وعقلك وكيانك هذه المشاهد التي تخلع القلوب، إن كانت الصدور لا زالت تحمل هذه القلوب. وحشرناهم، الله، صنف مبارك كريم، يا رب اجعلنا منهم. تستقبله ملائكة الله، ملائكة الله جل وعلا. تقف الملائكة عند قبورهم، بمجرد أن يخرج هؤلاء الأطهار من قبورهم
وإذ بالملائكة تستقبلهم استقبالاً ربانياً نورانياً ملائكياً مباركاً مكرماً، تقدم له الملائكة من ركائب الجنة والآخرة عليها سرج الذهب، لتقول الملائكة لهؤلاء الأكارم: اركبوا، من أنتم أيها السعداء؟ إنهم الموحدون، إنهم المؤمنون المتقون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا. طيب، هذا صنف المبارك ينطلق مباشرة في أرض المحشر، لا يحزن ولا يخاف ولا يفزع. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، الله أكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. الله تبشرهم، ماذا تقول لهم ملائكة؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم. قال جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، أبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أعوذ بالله. أرى صنف الآخر يساق سوق البهائم، نعم، يساق سوق البهائم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، اقرأ ما بعدها: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يساق المجرمون كسوق البهائم إلى جهنم. أعوذ بالله. أرى صنفا ثالثا يوطأ بالأقدام، نعم، يوطأ بالأقدام في أرض المحشر. من هؤلاء؟ أهل الكبر، المتكبرون الذين امتلأت قلوبهم كبرا. كان الواحد منهم يخاطب أخاه، يخاطب موظفا عنده، وقلبه مليء بالكبر، ونسي هذا المسكين أصله، ونسي هذا المسكين نفسه، فهو ينظر إلى أخيه المسلم لأنه موظف عنده نظرة ازدراء، نظرة احتقار، قلبه مليء بالكبر، وربما يكون مليئا بالكبر على الملك القهار. يحشر يوم القيامة يداس بالأرجل، يوطأ بالأقدام، كما قال سيدنا رسول الله: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. والذر نوع من أنواع النمل الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة. أنت حين تمشي تطأ بقدميك على النمل لأنك لا تراه، كذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، أي كأمثال النمل الحقير الصغير الذي لا يرى بالأعين المجردة. تطأ أرجل الخلق في أرض المحشر، هؤلاء المتكبرين المتجبرين الذين امتلأت قلوبهم كبرا على الله أو على خلق الله. يا حبيبي علام الكبر، يا صاحب الكرسي علام الكبر، يا صاحب المنصب علام الكبر، أصلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. علام الكبر يا ابن التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا. أقصر أقصر فإنك مأكول ومشروبه. علام الكبر يا ابن التراب ومأكول التراب غدا. أقصر فإنك مأكول ومشروبه. علام الكبر ولو دام كرسيك الذي تتكبر به على الله أو على خلق الله، لو دام كرسيك لأحد ما وصل إليك يا عبد الله. يا أيها الإنسان ما غرك،
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ بصق الحبيب يوما على كفه الشريف ورفع وضع أصبعه عليها وقال: قال الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت: أتصدق وأن أوان الصدقة. والحديث رواه أحمد بسند صحيح من حديث بسر رضي الله عنه. علام الكبر، أعوذ بالله أعوذ بالله، وأرى صنفا رابعا يحشر بصورة مهينة في أرض المحشر وحشرناهم، إنه صنف يتلبط لا يستطيع على القيام. نعم يقف بعضهم ولكنه لا يقوى على القيام ولا على المشي، فيقع على الأرض يتلبط في الأرض لا يستطيع أن يقعد على مقعدته بل يتلبط على الأرض، يقوم مرة ويقع مرة، إنه كالمصروع كالممسوس كالمجنون. يا إلهي من هؤلاء؟ أكلة الربا، آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي يوم القيامة لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أبدا أبدا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا للفضيحة، يا للعار، يا للشنار. أرى صنفا آخر يحشر يوم القيامة كل واحد منهم يحمل الذي سرقه في الدنيا، أهل السرقات اللصوص الصغار والكبار يفضحون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. انظر، سترى أحدهم يحمل بيضة بيضة سرقها، سترى آخر يحمل جنيها في يده سرقه، سترى ثالثا يحمل على كتفيه شاة سرقها أو ناقة سرقها، وسترى آخر يحمل بنكا سرقه، وسترى آخر يحمل دولة سرقها، وسترى آخر يحمل أمة سرقها. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يا من تسترخصون أموال اليتامى، يا من تأكلون صدقات المسلمين، يا من تأكلون زكوات المسلمين بالباطل، سيأتي كل واحد يوم القيامة وهو يحمل ما سرق وغل بدون وجه حق. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. مشاهد تخلع القلب. وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أين جندك؟ أين سلطانك؟ أين ملكك؟ أين حشمك وخدمك؟ ينام هارون الرشيد على فراش الموت فيبكي ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم أصر هارون أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه، فحملوا هارون إلى القبر فنظر إليه وبكى، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه.
آه لو دخلتم القبور وأنتم أحياء، لقد دخلت قبرا من القبور ثم خرجت مرة أخرى رأيت بعيني ما لا يستطيع بليغ على وجه الأرض أن يصوره، ما لا يستطيع عالم أديب أن يجسده. آه لو دخلتم القبور ورأيتموها وأنتم أحياء ثم خرجتم منها إلى عالم الأحياء، والله الذي لا إله غيره، لولا أن الله أودع قلوبنا الأمل ما تحرك واحد منا على ظهر الأرض إن رأى قبرا بعينيه. لذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا رأى القبر بكى بكى، وقال القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا العبد منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أشد. مشاهد الحشر لا أريد أن أطيل النفس فيها، أستطيع أن أقف مع حضراتكم في تعداد مشاهد حشر الخلق الخطبة بكاملها، لكن تعال معي، تعالوا لنصل إلى أرض المحشر، إلى الأرض التي ستقف عليها البشرية كلها للقيام بين يدي رب العالمين جل جلاله. أرجو أن تتخيل معي البشرية وقد اكتمل عددها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة، وهي تقف حافية عارية كما بدأ الله عز وجل خلقها أعادها كما بدأنا أول خلق نعيده. أرجو أن تتخيل معي رجالاً ونساءً عراة، لا يلتفت رجل إلى امرأة ولا تنظر امرأة إلى رجل. سأترك لك أنت لتعيش بقلبك وعقلك وخيالك حجم الهول ومقدار الرعب والفزع الذي يشغل الرجل عن النظر إلى امرأة عارية، ويشغل المرأة عن النظر إلى رجل عار كما ولدته أمه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية الطبراني بسند صحيح من حديث أم سلمة قالت أم سلمة: واسوأتاه واسوأتاه، ينظر بعضنا إلى بعض. قال: شغل الناس يومئذ. قالت: وما شغلهم يا رسول الله؟ قال: شغلوا بتطاير الصحف، كل مشغول بصحيفته بكتابه. ها هي البشرية كلها في أرض المحشر، قد اكتمل عددها واكتملت عدتها. وأبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب، ويبدأ العرض بتطاير الكتب والصحف. عش بقلبك وعقلك، تخيل أنك الآن في قاعة محكمة من محاكم الدنيا، يجلس فيها قاض من القضاة وهو بشر من البشر، ويصرخ الحاجب بين يديه قبل دخوله إلى قاعة الحكم ويقول: محكمة. انظر إلى وجوه الخلق، وانظر إلى الأنفاس وإلى الصدور وهي تعلو وتهبط، وانظر إلى الدموع التي ربما تجري على بعض الوجوه مدرارة، ثم انظر إلى القاضي وهو ينطق بالحكم وقد شخصت الأبصار وتعلقت به وأصغت إليه الآذان. هذا كله في قاعة الدنيا، في محكمة من محاكم الدنيا. أرجو أن تعيش بقلبك وأنت تقف عاريا كما ولدتك أمك، وملائكة الله تنادي عليك باسمك لتقف بين يدي جبار السماوات والأرض. واستمع واستمع، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا،
ذلك حشر علينا يسير علينا. انظر إلى ضمير العظمة في قوله تعالى علينا، ذلك حشر علينا، ضمير العظمة، ذلك حشر علينا يسير. يحشر هذا راكبا ويحشر هذا ماشيا ويحشر هذا على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. واقفون بين يدي الملك الحق. ركز معي في هذا المشهد، ها هي ملائكة السماء الأولى تتنزل إلى أرض المحشر إلى ساحة الحساب. الملائكة مخلوقات من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، هكذا يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا ما نزلت ملائكة السماء الأولى إلى أرض المحشر أشرقت الأرض بنور الملائكة، فيسأل أهل الموقف الملائكة ويقولوا، تقول البشرية كلها الملائكة، أفيكم ربنا؟ أفيكم ربنا؟ فتقول الملائكة كلا، وهو آت، أي وهو آتي إتيانا يليق بكماله وجلاله. في حديث الصور الطويل الذي رواه الطبري والطبراني والبيهقي وأبو يعلى الموصلي، وهو من باب الأمانة العلمية، حديث في سنده ضعف، ففي سنده إسماعيل بن رافع ومحمد بن زياد، تكلم أهل الجرح فيهما. المهم أريد أن أقرب لك المشهد والمعنى. البشرية كلها في أرض المحشر، وتتنزل ملائكة السماء الأولى بضعفي من في الأرض كما في الحديث الذي أشرت إليه آنفا، وتحيط الملائكة بالبشرية كلها، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. من أهل العلم من قال صفا، أي صفا واحدة، ومن أهل العلم من قال صفا بعد صف بعد صف بعد صف. تحيط الملائكة بالبشرية كلها صفوفا بعد صفوف. تتنزل ملائكة السماء الثانية فتقف وراء ملائكة السماء الأولى التي أحاطت البشرية من كل جانب بضعفي من نزل من ملائكة السماء الأولى، وهكذا وهكذا حتى السابعة. والبشرية كلها بالملائكة بالجن قد وقفت في أرض المحشر، والكل ينتظر مجيء الملك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ قال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك، يا أخي لا تعطل ولا تؤول ولا تكيف ولا تشبه، وجاء ربك، لا تقل وجاء أمر ربك، الملك يقول وجاء ربك، جاء مجيئا يليق بجلاله، يليق بجماله، يليق بكماله. فهو جل وعلا كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد هو، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا نعرفه، لا نعرف كيفية استواء الملك على كرسيه وعلى عرشه.
وجاء ربك والملك صفا صفا. يا معشر الجن والإنس، لقد أنصت إليكم الملك، لقد سمعكم الملك جل جلاله كثيرا ورآكم على الذنوب والخطايا كثيرا، فأنصتوا اليوم إلى مالك الملك وملك الملوك جل جلاله، لا يتكلم أحد، نعم، ولا ينطق أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه، لا يتكلم مخلوق. ركز معي، يا ترى من هو أول من سينادي عليه الملك يوم القيامة في هذا المشهد؟ سينادي الله على أناس بأسمائهم. يا إلهي، أول من ينادى عليه في هذه اللحظات آدم أبو البشرية، ينادي الحق، يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول الملك يا آدم أخرج بعث النار. أول طلب، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار. فيقول آدم يا رب وما بعث النار؟ فيقول الملك من كل 1999 سلم يا رب سلم، من كل 1999 إلى النار واحد فقط إلى الجنة. فلما قال النبي ذلك شق على الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي الحبيب وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، يعني أينا ذلك الواحد الذي سينجو؟ فقال بأبي وأمي وروحي أبشروا، قبلنا البشرى يا سيدي أبشروا. قال من يأجوج ومأجوج 999 أي إلى النار ومنكم واحد. فكبر أصحاب النبي قالوا الله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام إني والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وفي رواية ابن مسعود في الصحيحين فما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنت في أهل الشرك إلا كذا وكذا كما ذكرت آنفا. ثم ينادي الله على نوح بعد آدم يا نوح، فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول له الملك هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب، ده 950 سنة بلاغ، 950 سنة دعوة، ما فيش على وجه الأرض رسول ولا نبي دعا كما دعا نبي الله نوح. نعم يا رب. فيقول الملك يدعى قوم نوح هل بلغكم نوح؟ لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، الهول شديد والفزع عظيم، لا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فأقول الملك من يشهد لك يا نوح؟ فأقول نوح يشهد لي محمد وأمته. قال الرسول فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم ينادي الحق على عيسى ابن مريم،
انظروا إلى هذه النداءات التي تخلع القلوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ثم يبدأ الحساب بالنداء على أول أمة لتحاسب في أرض المحشر، إنها آخر أمة من بين 80 أمة، من بين 70 أمة، لكنها ستقدم يوم القيامة على كل الأمم، إنها أمة رسول الله. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن آخر الأمم وأول الأمم دخولنا الجنة، واللفظ لمسلم. لكن أريد أن أقف مع حضراتكم مع أهم القواعد التي يقضي الله عز وجل بها بين خلقه وبين عباده، وأول الخلق الذين سيقضى بينهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول قاعدة أيها الأفاضل هي قاعدة العدل المطلق، فالله جل وعلا عدل، حرم الظلم على نفسه، فلا تخشى الظلم، لا تخشى الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا ولا تزر ألا تزر وازرة وزر أخرى، مش ممكن هتتحمل ذنب نفس أخرى أبدا إلا في حالة واحدة، حتى لا يبدو في القرآن شيء من التعارض، فهناك من يأتي يحمل وزره ووزر من كان سبباً في إضلاله يوم القيامة، فالدال على الخير كفاعله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، وفي لفظ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالله عدل، وما ربك بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ولا ينخدع الظالم بأن الله أمهله يوما وأسبوعا وشهرا وشهرين وعاما وعامين، فالله يمهل ولا يهمل، الله يمهل ولا يهمل. فكم من مستدرج بستر الله عليه وهو ظالم للعباد وهو لا يدري. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. العدل التام. ثم يكفي هذا، يكفي أن الذي سيحاسبنا هو ربنا الذي حرم الظلم على نفسه، والذي رآنا وسمعنا وسطر علينا كل صغيرة وكبيرة في كتاب عنده، لا يضل ربي ولا ينسى،
فخير شهيد على العباد يوم القيامة هو الله، ومع ذلك الله جل وعلا يعذر لخلقه. كيف ذلك؟ أعظم صور الإعذار من الخالق للخلق أن يقيم الله على العباد الشهود، الشهود تشهد الأرض بما عملت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال بعض أهل العلم أي تشهد بما عمل على ظهرها، واستدل بحديث في سنده ضعف، تشهد جوارحك، الإيد تشهد، هذه الإيد الذي أكلت وأخذت الرشوة وأخذت الحرام وامتدت للظلم بسفك الدماء، هذه اليد التي أمسكت القلم وكتب كلمات كاذبة مضللة، هذا اللسان الذي تعود على الكذب والتضليل والتزوير، هذه الجوارح التي تحركت للمعاصي وبارزت الله جل وعلا بالذنوب، والله العظيم ما حده ينفعك، والله ما حده ينفعك، وأنا بحلف بالله لن ينفعك أحد، كل جوارحك ستشهد عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ومن عجيب ما قرأت ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين أصحابه فضحك، فالنبي اللي بيسأل الصحابة يقول لهم مش تسألوني أنا بضحك ليه، مش تسألوني مما أضحك، فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ خلي بالك، قال أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. شايف التبجح والجرأة؟ العبد يجادل الحق يوم القيامة. أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد لربه، يقول العبد لربه: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الحق جل جلاله لعبده: بلى. فيقول العبد لربه: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أنا أرفض شهادة الملائكة، وأرفض شهادة الأرض، وأرفض شهادة الشهود الذين رأوني، أنا لا أجيز أي شاهد إلا إذا كان هذا الشاهد مني أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيختم الله على فيه، خلاص اللسان اللي تعود على الكذب يسكت، ويأمر الله جوارحه أن تشهد عليه، فتشهد عليه كل جوارحه، الإيد تشهد، والأرجل تشهد، والبطن تشهد، والفرج يشهد، تشهد كل جارحة بما عملت إلى أن مات. ثم يخلي الله عز وجل بين العبد وبين الكلام فيتكلم، فيلعن أركانه ويسب جوارحه ويقول لجوارحه: سحقا لكن، سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. اقرأوا قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله جل وعلا خير شاهد، ومع ذلك يقيم الشهود على خلقه، بل ويرد العبد الشهود، ولا يجيز إلا شهيدا من نفسه، فيأمر الله أركانه وأعضاءه وجوارحه أن تشهد بكل ما عملت في الدنيا، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيلعن هذه الجوارح ويسب هذه الأركان والأعضاء. إعذار الله لخلقه، وهذه صورة من أرقى صور العدل، والله خير شاهد. لكن أطمئنوا قلوبكم يا أمة الحبيب، فأنا دائما أبدا، وأرجو الله أن يوفقني لذلك حتى ألقاه، دائما أبدا أحب الرجاء، لا أقلل من قدر التخويف ومن قدر الترهيب، ولكنني مع ذلك دائما أحب أن أملأ القلوب بالرجاء في رب الأرض والسماء.
فهنالك من القلوب من لا يقبل على الله إلا بالحب، وهناك قلوب لا تقبل إلا بالتخويف والترهيب. لذا كان منهج القرآن أعظم منهج في التربية، الذي جمع بين الرجاء والخوف والترغيب والترهيب. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أبشركم يا أهل التوحيد والسنة بأن من أعظم القواعد التي يحاسب الحق بها الخلق مضاعفة الحسنات دون السيئات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الله الله الله، يوم القيامة صحيفة الحسنات تضاعف، الحسنة بعشرة. طب والسيئات؟ لا خلاص، كما هي كما هي، السيئة بسيئة، إنما الحسنة بعشرة. قال الله في الحديث القدسي الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث أبي ذر، قال الله جل وعلا: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أغفر. حتى السيئة تغفر، والسيئة بمثلها أو أغفر. يبقى مضاعفة الحسنات. لا، خذوا أعظم بشرى وأنا أراها أجل قاعدة من قواعد العدل التام التي يقضي الله بها بين عباده يوم القيامة. قلت في السابقة مضاعفة الحسنات دون السيئات، بل خذوا البشرى يا أمة التوحيد، أقول بل تبديل السيئات إلى حسنات. هل انتبهت؟ هل انتبهت؟ أقول تبديل السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر رجل خروجا من النار ودخولا الجنة رجل يجيء فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. قال صلى الله عليه وسلم: فتعرض الملائكة على العبد صغائر الذنوب وهو مشفق أن تعرض عليه كبارها، خائف من الكبائر والمصائب الأخرى، مشفق من الصغائر، فحين تعرض عليه الصغائر يقر بها، يقول: نعم يا رب، نعم يا رب، لا ينكر، لا ينكر من ذلك شيئا. فيقول الله عز وجل له: إن لك مكان كل سيئة حسنة. السيئات دي كلها لك مكان كل سيئة حسنة. فالعبد يطمع بقى، يقول له: ربنا ليه كبائر، فيه ذنوب كبيرة أنا عاوزها، طالما السيئات الصغيرة تحولت إلى حسنات أنا عاوز الذنوب الكبيرة. يوم العبد يقول إيه؟ يقول: رب، يا رب، إن لي أعمالا لا أراها ها هنا، طالما الصغائر تحولت إلى حسنات في أعمال عظيمة من الشايفة هنا، إن لي أعمالا لا أراها ها هنا. ذلك فضل الله على أمة محمد، يبدل السيئات حسنات إلا من تاب وآمن. اللهم تب علينا لنتوب إليه، وارزقنا الإيمان يا أرحم الراحمين، وارزقنا العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سامحوني والله ما انتبهت إلى الوقت إلا في هذه الثانية. أسأل الله عز وجل أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، يقول الحق تبارك وتعالى: ويوم نسيِّر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، هذه تحتاج إلى جمعة، تحتاج إلى وقفة متأنية طويلة. كيف يعرض الخلق على الحق؟ وما هي صورة العرض؟ وما هو أول مشهد من مشاهد العرض؟ وكيف يأخذ الناس الكتب؟ وكيف يقرأ من لا يجيد القراءة في الدنيا؟ وكيف يكون الحساب؟ ولمن ينصب الميزان؟ ومن يعبر الصراط؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها إن قدر الله البقاء واللقاء في الشهر القادم بإذن الله جل وعلا. والله تعالى أسأل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارحم في الدنيا وحشتنا وعند الموت غربتنا، وارحم بين يديك ذل قيامنا. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وعند الموت وحشتنا، وارحم بين يديك ذل قيامنا. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء، واحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم رد الأقصى إلى أمة سيد النبيين، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا مولانا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد المنافقين الفجار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد المنافقين الفجار. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ نساءنا واستر بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة الموحدين يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.